لحمد بن عزان بن محمد المزروعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، دوما نجدد اللقاء والتحية بكل عشاق الأصالة، ونرحب بكل الحاضرين وكل متابعي شاشة دبي ريسنج في هذا الصباح الجميل، صباح الكبار المتميزات التي تنطلق حاملة كذلك لواء الناموس. أشواطنا مستمرة ومنطلقة تباعا في صباح هذا اليوم. الشوط الخامس الذي أعلنت بداية انطلاقته، أعطت إشارة الانطلاق قبل قليل الخاص بالحول المحليات الأصائل لأبناء القبائل الثمانية كيلو مترات، والرقص مع الكبار دائما جميل ورائع للقاية في هذه الانطلاقات. انطلق الشوط بأعمال المشاركين في تحقيق الناموس والفوز في هذا الانطلاق، وكذلك نسير مباشرة جميعا مع المراكز المتقدمة لنوصف لحضراتكم ما يدور من انطلاقات وتحديات طول هذه المسافة الثمانية كيلومترات في تبادل المراكز والتغييرات. مباشرة بذهب مع مقدمة الشوط، هذه هملولة، هملولة مشاهدين العزاء، تتقدم المشاركات وتسيطر على المقدمة. قدم عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي اللي قدم هملولة على المركز الأول، بينما تاتي في المركز الثاني الكاسبية تندفع على الثاني المراكز، لكن المركز الثالث وصلت الوارية لأحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري على ثالث المراكز، والمركز الرابع هناك مهمة، سالم بن سعيد بن سهيل الراشدي على المركز الرابع. يا سلام، بدأت الأربع المراكز تتقارب في الأمتار الأخير، وأعلن راية التهديد أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري على المركز الثالث، ولكن غيرت اللي هي طماع سعيد بن عبيد المزروعي إلى مقدمة الشوط ولكن الخاطري الواريه مع الخاطري، الخاطري قادم غادم غادم بقوه. يا سلام، لا محاله من الفوز وانتزاع الناموس. يا سلام يا سلام، شوفوا الامتار الاخيره تسحب بساط المركز الاول الواريه، الواريه احمد بن عبيد بن سعيد الخاطري تنتزع ناموس هذا الشوط لتسجل اسمها بحروف من ذهب في هذا الانطلاق. تهانينا لمالك احمد بن عبيد بن سعيد الخاطري، بينما المركز الثاني وصلت في طماعه سعيد بن عبيد المزروعي، والمركز الثالث مهمة سالم بن سعيد الراشدي، والمركز الرابع هناك مع هملول مبارك عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي، والمركز الخامس السادس لحمد بن سالم بن سليم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان هذا الشوط الذي حمل لنا تبادل المراكز والتنافس ليحمل شوطنا اثاره جميله ورائعه في انطلاقات، ولكن الفوز تمكنت من الواريه في الامتار الاخير، قطعت المسافه في 13 دقيقه وخمس ثواني واربع اجزاء من الثانية. تهانينا لمالك أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري، بينما وصلت في المركز الثاني.